يعد النصف الأول من شهر يوليو من كل عام إذانا بحلول موسم البلدة، حيث تزدحم سواحل محافظة حضرموت بالزائرين سواء من داخل المحافظة أو من محافظات أخرى، كمحمد الذي أقبل من محافظة إب إلى مدينة مكلا برفقة أسرته للاستمتاع بتجربة الاغتسال بمياه البحر الباردة. احنا جينا في موسم البلدة من مدينة إب لا محافظة حضرموت، يعني زيار يعني في الموسم البلدة يقولون انه علاج، وفي يعني ويجوا من كل المناطق. جو البلدة حضرموت جو يعني خيالي، البحر بارد، يعني الأمن وكل شيء مريض، يعني كل شيء على جنب، ويعني استمتعنا بما فيه من كلمة. يعني مع ساعات الفجر الأولى كل يوم تكتظ الشواطئ بالمئات للسباحة إلى حين وقت الشروق، ويعد موسم البلدة حدثا سياحيا يجذب الزوار من داخل البلد وخارجه للاستجمام والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تعيشها المدن الساحلية خلال هذا الموسم السنوي، حيث البحر البارد. ظهرة البلدة هو عبارة أن البحر يزداد برودة في هذا التوقيت، وهو هذا والموسم البلدة هذا يحتفل فيه أبناء حضرموت وأبناء المكلا، وتكون المكلا محل استهداف لجميع أبناء حضرموت من جميع المديريات ومن خارج حضرموت أيضا ومن المحافظات المجاورة لحضور هذا المهرجان وهذا الموسم، موسم البلدة السياحي الذي يساعد في زيادة الطابع الاقتصادي داخل المحافظة وداخل المدينة. التقليد المحلي بالاحتفاء بموسم نجم البلدة يمكن استغلاله لجذب أكبر عدد من الزوار والسواح لما يمثله من مردود للاقتصاد الوطني، فالشواطئ تفتقر للعديد من المتنفسات والمنتجعات والخدمات على النحو المطلوب. معتز النقيب، يمن شباب، المكلا.